هذا اليوم. الشوط القادم يستعد وزميلي أيضا نايف يستعد بصوته الجميل. مشاهدينا متابعينا الافاضل، تتواصل الانطلاقات والتحديات على ارضيه هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا السابع لفئه الابكار وانطلاقات الابكار ضمن هذا السباق الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن. ينطلق هذا الشوط مباشره، ابدا مع الظبي محمد برايد بن عبيد بن يولك، يقدم لنا الظبي مع المركز الاول، المركز الثاني القادمه والمتسلله سمحه عبد الله بن صغير بن سويد، الف زاري قادم مع المركز الثاني، المركز الثالث الوصول والقدوم مع اندفاعه ايضا حضور عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري، والقادمه ايضا وصلت القادمه علاج محمد بن راشد بن مرخان، يقدم لنا علاج مع انطلاقه المركز الثالث ايضا الوصول، وتسلل شعار ايضا شعار مميز الاسامي قادمه، ولكن بن يولك، بن يولك مع المركز الاول، مع الصداره، مع الصداره يقدم لنا اندفاعه الظبي محمد برايد بن عبيد بن يولك الكتبي، ياتي على مقدمه الشوط المركز الثاني الوصول والقدوم في ثاني الاسماء، حيث وجد القادمه ايضا سمحه عبد الله بن صغير بن سويد الافزاري، يقدم على المركز الثاني، المركز الثالث الوصول والقدوم مع علاج ايضا محمد برايد بن مرخان، ولكن بن يولك مع المركز الاول، مع الظبي، مع الظبي، والظبي مع الصداره، الظبي مع مقدمه الشوط محمد برايد بن عبيد بن يولك الكتبي، والقادمه شوف، شوف القادمه ايضا بهذه اللحظات هي ايضا تصريح عوض بن سليمان بن سعيد السعدي، يقدم لنا تصريح بهذه اللحظات، اللحظات الأخيرة، ولكن البداية مع بالسويد الافزاري، الافزاري سلام المركز الثاني. هناك ايضا تصريح عوض بن سليمان بن سعيد السعدي المركز الثالث لعبد الله بن سعيد بن عبيد الغاربي، تهانينا والناموس لمالك سمحة عبد الله بن صغير بن سويد الافزاري على فوزي ايضا وانتزاع سمحة بطلة لهذا الشوط. توقيت دقيقتين و11 ثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.